اللي عزيناه بس عتب بيها موجودين جوه، عطلتهم لحد سعادتك ما تيجي. خش هات العيال دي بسرعه من جوه. بس العيال لسعادتك يا باشا باين عليهم ولاد ناس. يا عم تعالى امشي امشي بقى امشي، حطهم في البوكس. يلا 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 يا عم. اعمل لي روميو يا روح امك. من فضلك مالكش دعوه بماما، وبعدين انت ما تعرفش انا مين. هتكون مين يالا؟ واد بايظ اهلك ما ربكش، بس انا بقى اللي هربيك وهعلمك تحترم بيوت الناس ازاي. وانت يالا تشتغل ايه؟ شكري ملوش دعوه بحاجه. ما تتكلمش لما اسالك. انا صاحبه. معاه في المدرسه؟ لا. امال تعرفه منين؟ هو جاري في الانفوشي. جارك في الانفوشي؟ حلو قوي الانفوشي. خدهم على الحجز لحد ما يبان لهم صحاب. اتفضل. ايوه علوه، لسيتوا على ايه؟ انت الاستشاري يا عم. المكان الالماني حلو، حلو قوي. تمام تمام تمام. هيوصل امتى؟ اوكي اوكي، يبقى كده بقى احنا نوضبوا المخازن على ما يوصل. ماشي يا ابو علي، توصل بسلامة يا حبيبي، مع السلامة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك علي لسه متكلم، المكن هيوصل بعد 15 يوم. طيب الحمد لله. عملت إيه في اللحمة والفراخ اللي جايين؟ اتعاقدت على كل الكمية اللي جاية مقدما، ووضبت العقود وأخدت مقدمات كمان. جميل جميل، شكلها هتحلو ابو كمال. بس خلي بالك العقود فيها شروط جزائيه عاليه جدا لو ما سلمناش في الميعاد. يا عم الله لا يسيئك يا عم. يا عم كلمه حلوه، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. ده انت سلام عليك يا كيبو. ايوه انا محمود المصري. اسم العطارين يا داوود باشا. منير. اسمي منير. متاسف يا منير باشا، اعتبره يا اخي اخوك الصغير وغلط. انا اخويا الصغير مش قليل الادب. ماشي، انا هحاول اعلمه الادب. ممكن اعرف هو فين دلوقتي؟ هيكون فين يعني؟ في سيسل؟ في الحجز طبعا. حجز؟ ابني انا تدخل الحجز مع المشبوهين؟ وانت تفرق ايه عن غيرك؟ على راسك ريشه؟ لا لا، فرق كتير قوي. ولعلمك ابني لازم يجي دلوقتي هنا حالا، والا هيبقى لي تصرف تاني معاك. هتعمل ايه؟ هتنقلني الصعيد ولا هتشكيني للوزير؟ انا لغايه دلوقتي عامل حساب ان انا في مكتبك. كلمه تانيه وهدخلك الحجز معاه. لا 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 لا، انت ما يظهر ما بتعرفش تفرق بين الناس وبعض يا حضره الضابط. انا ماشي بس هخليك تندم. ولعلمك لو حد مس شعره واحده من راس يوسف مش هتكفيني في الدنيا بحالها، انت فاهم؟ استنى يا محمود بيه. لميس، انت ايه اللي جابك هنا؟ جايه امنع جريمه هيرتكبها رجل قانون. انت تروحي البيت دلوقتي حالا. مش قبل ما تطلع يوسف ويروح بيته. لميس، ما تخلينيش اعمل تصرف تندمي عليه. التصرف اللي هتندم عليه انا بحاول امنعك تعمله. انت ازاي تيجي هنا وتتدخلي في شغلي كمان؟ يوسف ده شغلي انا. روحي يا لميس، روحي يا لميس. يوسف قبلي. انت بتتحديني يا لميس؟ انا بحبك عشان كده بتحدى عندك اللي هيخليك تغلط في حق ولد مهذب ومحترم. المخبر اللي بره يجيني. والله كبرت يا يوسف. مكسوف من ايه انا؟ انا برضو لما كنت في سنك كده يوسف حبيت وتعذبت. انا كنت رومانسي جدا زيك كده. انت مستغرب ان ابوك رومانسي؟ ابوك حبيب، حبيب جامد قوي يعني. دول بس الشغل ومراته. يا يوسف تعالى اقعد جنبي انا. حبيتها عموما. الحب مش عيب، جميل ونبيل. يا بيني وبينك بقى، يا بتتحب بصراحه.
وانا انا انا بابا حركتها قدام جوزي. دي حقيقة، بس انا اعتقد انها ست عاقلة وشخصيتها قوية وهتعرف تتصرف بحكمة. انا مش عارف ممكن اوريها وشي ازاي تاني. لا، ما انت ما تبقاش حساس قوي كده زاد عن اللزوم. يعني انت صحيح يعني تصرفت بالدفاع، لكن كنت رقيق ومؤدب. بص يا يوسف، اي تجربه بنمر بيها بنتعلم منها، مهما كانت التجربه دي كبيره في وقتها، الا انها بعد فتره بتبقى ذكرى، وذكرى حلوه نفتكرها ونحن ليها. سواك حلو أولا سيبوك. أنا بحبك يا منير، وأكتر حاجة حبيتها فيك إنك عمرك ما كنت بتطبق القانون من غير إنسانية، بل على العكس كان دايما عندك ميزان دقيق بين العدل والرحمة. فاكر هيما الولد الصغير اللي خرجته من الأحداث ودخلته مدرسة يتعلم، وبدل ما يطلع مجرم بسببك طلع مهندس؟ كنا مخطوبين أيامها، انبهرت بيك وحبيتك، معرفش إيه اللي غيرك كده. أرجوك حاول تفهمني، أنا لما جيت لك الاسم كنت بحاول أدور على منير حبيبي بتاع زمان، كنت بحاول أمنعك تأذي روحك قبل ما تأذي ولد صغير ما عندوش تجربة. بعض الأحيان بديلك العذر، بس مش معنى إنك طول الوقت بتتعامل مع اللي خارجين عن القانون إن كل الناس تبقى كده. حتى أنا في أصل سايكولوجي، العمق، الكشف، والاختراع، غير التفكير المنطقي المتعارف عليه. هناك نوعين من التفكير، تفكير رأس أي منطقي مرتب لكل خطوة مبرراتها، وتفكير جانبي متجدد يقدر يدينا حلول مبتكرة ومدهشة لأي مشكلة نقابلها. عشان كده في أي مشكلة تقابلوها ما تخافوش من الخطأ، لأن التفكير الجانبي بيعلمنا إزاي ندور على الجديد مش على الصح والغلط. يوسف استمعي ازاي؟ ميرسي على الورد الجميل. مس لميس انا اسف. ما تتاسفش، انا اللي بتاسف لك على اللي عمله جوزي معاك. وعلى فكره كان ممكن جدا تبعت الورد وتحط عليه اسمك، كنت هبقى سعيده اكتر. مفيش اي مشكله انك تبقى معجب بحد وتقوله انا نفسي معجبه بيك، بس كاخ صغير بكره تحب بنت زي القمر وتيجي تعرفها عليا. انت عندك اخوات اكبر منك؟ اعتبرني اختك الكبيره. روح انت يا كمال شوف المخلص والمخازن ووضب كل حاجه، وانا هلغي الوناش لحسن مكانته تربط كده ولا كده. اوكي. خيرك سابع يا محمود بيه. حنين على كتفك يا غالي. يعني هنبقى احد عليها اكتر من عيالي. ابوس تحدي ابنك يا راجل يا عمو. عليها اتصلت تجي اكتر من 10 مرات وعايزاك ضروري جدا. ايه؟ جيت لك تعبان ولا حاجة؟ ما قالتش. طب روحت. انا هبقى رحلها. وانت مصطفى. تطلع الموقع عيدا على طول. حاضر يا محمود بيه. يعني ايه ما جاش بقالي يومين؟ انا عايزه ابني يا محمود. اهدي بس عليا، خلينا نفكر. انت زعلت في حاجه يا امين؟ ابدا والله يا محمود بيه، هو ليه كام يوم كده متغير، رب دقنه وبقى يصلي، قلت احسن. بعد كده لبس جلابيه بيضه وسروال ابيض وطاقيه بيضه، وبعدين بقى يقول ده حرام وده حلال ويفتي في كل حاجة، ومن يومين خرج وما جاش لحد دلوقتي. يا
الو. ايوه يا ماجد، مش عارف صوتي ولا ايه؟ انا محمود المصري. مالك خايف كده؟ معلش، اصل الموضوع مهم شويه. انت عارف احمد ابن اختي بتاع هندسه اسكندريه؟ مش عارف يظهر فيه حبه عيال كده من بتوع الجامعات الاسلاميه اتلموا عليه، بقاله يومين ما جاش البيت. لا ما هو ما حدش هيعرف لي مكانه غيرك. همتك معايا يا بهجت وليك الحلاوه. خلاص هستنى تليفونك في البيت. مع السلامه. قالك ايه؟ بكره هعرف لك اراضي فين. اهدي بقى، اهدي عشان خاطري، اهدي. امال فاطمه فين؟ ممكن ادخل ولا الانسه لسه زعلانه مني؟ اتفضل. وحشتيني يا طبط. وانت كمان. اخبار زين ايه؟ معرفش عنه حاجة. لسه في الجبهة؟ ما سألتش. انا بقى هسأل وهعرف، وهستنى اول اجازة ليه، وهروح له وهكلمه، وكل حاجة هترجع زي الاول واحسن كمان. يا سيدي ما تتعبش نفسك بقى، ما بقتش فارقة. الله 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 الله، ليه بتكلمي كده يا فاطمة؟ اوعك اوعك من الياس يا فاطمة، اوعك. ده انا ما شفت وهشوف، وانت برضو فاطمة. كل مشكلة في الدنيا يا حبيبتي ولها حل، كبيرة كانت او صغيرة. عموما رمضان فاضل يومين. كل سنة انت طيب. وانت طيب يا حبيبتي. بوعدك، مش في بوعدك، اذا كان زين هنا هيفطر معنا اول يوم رمضان. اتفرج على الصور براحتك. زين لسه خطيبك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد موجود؟ أحمد أمين أم أحمد طه؟ لا أحمد أمين. حسناً تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أنت؟ وماذا تريد من أحمد؟ قل له خالك. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا أخ أحمد. أخ أحمد يا أمين. خالك.
ازاي؟ يا اخي طب قول لي اتفضل الاول. الله اكبر الله اكبر. سخن عليك قوي. اللهم إني لك الصمت وعلى رزقك أفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. بابا كل سنة طيب يا يوسف. انت طيب يا بابا. اتفضل يا عم احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ابنك اهو يا ست. يا عطشناوي. تعالى يا بابا اتفضل. اتفضل يا بابا. عطشناوي. يا انا عطش الواحد فيه. ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا ابني؟ افر بديني من الدوله الكافره. الله 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 الله. ومين بقى اللي افتى لك انها كافره يا عم احمد؟ كتب الائمه مثل ابي الاعلى المودودي وغيره. لا حول ولا قوه الا بالله. ده راجل باكستاني متشدد والاسلام دينه الوسطيه. يا عم احمد يا عم احمد الله لا يسيئك. وبعدين ده كان في بلد غير البلد وزمن غير الزمن اللي احنا فيه ده. يتغير الجميع ويبقى دين الله راسخا. طب ايه اللي خلاك فريت مننا وسبتنا ومشيت كده يعني؟ احنا مش مسلمين برضو ولا ايه؟ ليس كل من صلى وصام مسلما، انما اسلامه ناقص. طب ومكمله ازاي بس يا ابني؟ بممارسة الفريضة الغائبة. وما هي بقى الفريضة الغائبة؟ الجهاد. واللي افتالك ده ما قالكش ان بر الوالدين عند ربنا اقوى من الجهاد؟ ها؟ وانك انت لما تسيب ابوك وامك يتعذبوا عشان غيابك دي حاجة تغضب ربنا؟ قد جئت من أجلهما ومرضاة لله سبحانه وتعالى. فعلت ما تريدون فاتركوني أفعل ما أريد. رمضان شهر الاعتكاف وسأعتكف. مفيش فايدة مفيش فايدة. أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. بلدي أحببتك يا بلدي حبا في الله وللأبد. فسراك الحر تراب أبي. هنا القاهرة. إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. عليا عليا في بصراخي كده ليه؟ الحرب قامت. يا نهار ابيض. الحمد لله. ياه الواحد والله ما كان مصدق ان احنا هنحارب وهننتصر كمان. بس يا خوفي لا تكون بيانات الراديو زي 67 كده وفي الاخر تطلع كدبه. يا اخي سيبنا نفرح شويه وبعدين ما تبص على التلفزيون ما هنقل كل حاجه اهو. لا 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 المره دي الموضوع بجد صراحه. بقى النغمه الهاديه الواثقه اللي البيانات بتطلع بيها اللي ما فيهاش اي نوع من المبالغه مطمناني. بعدين اول مره تحس الناس ما بتجريش ورا مؤشر الراديو عشان تعرف الحقيقة من بي بي سي أو المحطات الأجنبية. يا محدش يعرف يضحك على الشعب ده أبدا. يا ابني المصريين خير أجناد الأرض. أعلى نسبة كفاءة
وانضباط عسكري ودهاء ومهارة في تاريخ الحروب. حاجة تفرح، حاجة تفرح. حتى سلاح الطيران اللي قالوا من سلاح المصريين أثبت رجاله إنهم نسور بجد، وإن أي حد يفكر يفكر بس مجرد إنه يفكر يهوب من سما البلد دي نهايته الموت. ده عصام ابن الحاجة تفيدة، الملازم أول احتياط، رجع امبارح وعملوا له حتة زفة إنما تفرح. حقه يا علي، لا مش شرفنا كلنا؟ طبعا شرفنا. أمال عمو زين ما جاش ليه؟ ضلي قاعده كده حاطه ايدك على خدك وبتعيطي ليل ونهار؟ محدش له دعوه بيا. انا نفسي افهم انت لابسه ايه اسود ليه؟ هم قالوا لك انه مفقود، مش ان هو استشهد لا قدر الله. ما تفوليش على الراجل بقى. بس بقى بس، حرام عليكم والله ما انا قاعده لكم عشان ترتاحي انت واخوك الكبير. يا فاطمه، فاطمه كلمت. ذنب العظيم، عينه صابت البيت كله. شفت القرار بتاع وزارة الاقتصاد؟ يا عم قول سلام عليكم الأول. كارثة يا محمود، كارثة. ساتر يا رب. قول في إيه؟ قرر وزير الاقتصاد منع استيراد أي لحوم أو دواجن مسبوحة أو غير مسبوحة لأجل غير مسمى، وذلك لأننا ما نزال نعيش اقتصاد حرب. دي قرارات تتعلق باقتصاد البلد ومصلحته، مش بفرض او اتنين استوردوا او صدروا. يا فندم اي قرار في الدنيا بيتنفذ في يوم صدوره مش باثر رجعي. الشحنة دي انا متعاقد عليها من 6 اشهر، وهي دلوقتي في عرض البحر، يعني طلعت من بلد المنشأ، ما تنفعش ترجع تاني. دي حاجة مش في ايدي، القرار طلع واحنا دلوقتي في حالة حرب، كل شيء لازم يصب في الاتجاه ده. مستر كيلي، listen to me please. There is a new law has appeared with a retroactive effect that forbids meat importation. So the Lord will not enter the Egyptian ports. I know. I know that it's not your problem. But I'm ready to turn back the load and lose half of its price. Yeah. Why, Mr. Kelly? You must help me. Help me, please, Mr. Kelly. Why? So, there is no way, huh? No way. Okay. وبعدين يا محمود، يلعب في غير ملعبه لازم تكون دي نتيجته. هو ده وقته يا كمال، هو كان في حد عارف ان القرار ده ممكن يطلع؟ اي شيء متوقع في البلد دي، ولا نسيت قرار التأمين؟ تاني يا اكرم زهني. تاني انت يا محمود؟ تاني اكرم زهني؟ مدفوع بقى. اكرم زهني ده بقى شبح بيطلع لك في كل مكان وفي كل زمان، بيطلع لك حتى في منامك. كفايه بقى يا كمال. سيبه عليك، سيبه. اسيبه بس ازاي يا محمود؟ كمال اتعب. انت رايح فين يا محمود؟ هتقعد عشان نكمل بيه كلامنا؟
تعبان. محمود! 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 طمنتوا عليا اهو. يلا يا يوسف انت ومصطفى روحوا لمذاكرتكم. خليني يا بابا قاعد جنبك شويه. حبيب قلبي ما انت جنبي على طول. انا بس خايف عليك. انا يا بابا اللي خايف عليك. جرى ايه يا عم يوسف؟ ما تجمل شويه. امال لو قلنا لك تعالى اقعد في الشركه عند ابوك وتشوف الحرب اللي بحق اي هتعمل ايه؟ يوسف قدام ودودي علي بيه. بس ربنا ما حرمنا من محمود بيه ولا حد يقعد مكانه ابدا. الله يقدرش. خد يوسف وروح عشان انا عايز اقعد مع اخواتي شويه. انا اسف. مش وقت ابو كمال. محمود محتاج يستريح شويه وياكل كويس وينام له حبتين. انا نايم من ساعة ما جيت. يا عم نام تاني، هو حد طيب؟ ان شاء الله بكرهك. ازيك يا عليا؟ الف حمد لله على السلامه يا محمود بيه. متشكر يا امين. ازيك يا حبيبي؟ ازيك انت يا حاج؟ اطمن يا حاج، محمود كويس وزي الفل، بس دول شويه ارهاق، ما انت عارفه ما بيحبش يريح روحه. الف حمد والف شكر ليك يا رب. امال فاطمه فين؟ ما جاتش معاك؟ اصلها خرجت قبل ما تعرف. أول ما هتعرف هتيجي، يمكن بكرة إن شاء الله. أنا هقوم أعمل لك فرخة تاكلها. اخرجوا كلكم وسيبوني مع ابني. إيه التحيز ده؟ هو محمود بس هو اللي ابنك يا حاج؟ أيوه هو ابني وأنتوا ولاده. أهو كبرك أهو، وعن قريب هتبقى جيت. اعذر اختك يا ابني، هي بتمر بظروف صعبه عليها وعلينا كلنا. وبقينا على العموم يا ابني، الدم عمره ما يبقى ميه ابدا، وبكره الزمن ينسيها زي ما بيعمل مع كل الناس. المهم انك انت تخف وتقف على رجليك وترجع كده محمود اللي انا اعرفه اللي طول عمره مغلبني. ها ربنا يخليك لنا. فاكر لما انا رحت المينا وكنت بقابل واحد صاحبي وطلب لي كوبايه شاي، لقيتك داخل لي بالصينيه كده وعليها الشاي، اتاريك كنت واخد الكانتين. ها يوميها حضرتك ضربتني حته علقه. ما كنتش عارف اعمل معاك ايه يعني، ما اعرفش انت بتشتغل ايه ولا ايه يعني. ده في يوم قلت لي رايح المدرسه، ها لقيتك مشارك الخواجه بنايوتي في محله في مكانتين سينجر. ويوم قلت لي انا رايح اذاكر مع صاحبي، ظبطتك في المطبعه وانت عمال تطبع دروس خصوصيه وتبيعها للتلامذه، قال بتقول لي انها من تاليفك. ايه ده؟ خد بالك على صحتك يا حاج. انا كويس ما عنديش حاجه، اوعى تفتكر ان انا يعني عجزت ولا حاجه، لا انا صحتي زي البوم. ربنا يا رب، ربنا يخليك لنا وما حرمناش منك ابدا. سلامتك يا ابي. يا عيني عليك، اما حته الجون الله خليه يرجع من مطرح ما جه. عارف لو كنا سكتنا عليه كان عيلي وعيلي 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 ومحدش قدر يقرب له. طب قول لي بقى، عرفت تطلع القرار ده ازاي؟ القرار كان طالع لان في قوانين كتير قوي لازم يتعاد صياغتها، لاننا داخلين على فتره الانفتاح الاقتصادي والسوق الداخلي لازم يتنظم. اللعبه جت في توقيت القرار نفسه.
أنا حطيت عيني على الشحنة اللي محمود حاطط فيها كل فلوسه، وأول ما عرفت إنها في عرض البحر ضغطت شوية عشان القرار يطلع دلوقتي. طب تفتكر هيسلم؟ هو هيعافر شوية، لكن حتى لو طلع منها سليم هيكون متعور جامد قوي، وهيلزم له سنتين تلاتة عقبال ما يلم نفسه. ساعتها بقى نكون احنا كبرنا ونديله خبطة تانية يموت فيها. لعيب لعيب أكرم بيه، وقديم كمان، راس حربة. أنا جاي لك بحكم العشرة القديمة والعيش والملح اللي بينا. وأنا هقف جنبك يا محمود بيه، بس ما تفهمنيش غلط، لازم أخد كل الضمانات الكافية. أنت عارف إن البنك المركزي حاطط عينه على كل البنوك، خصوصا في مسألة القروض ديت. خد الضمانات اللي أنت عايزها. يبقى اتفقنا، كل اللي عليك إنك هتقدم أوراق الملكية الخاصة بيك، وفي لجنة هتطلع من البنك تعاين وتقدر، وبعدها هيقدموا لي تقرير، وساعتها هصرف لك القرض فورا. أنا مش هنسالك الجميل ده أبدا أبدا. لا جميل ولا حاجة يا محمود بيه، ما تقولش كده. وبعدين ما أنت لسه قايلها يا راجل، حكم العشرة القديمة اللي بينا. أنت إزاي توافق على قرض بشروط زي دي يا محمود؟ دي نسبة الفوائد لوحدها 20%، مشروع إيه اللي هيكسب الفلوس دي كلها؟ سمعتنا في السوق يا جماعة، لازم نوفي بالتزاماتنا وندفعوا الشروط الجزائية، يا إما مش هنعرفوا نتعاملوا مع الناس دي تاني. المصنع اللي هيتبني ده هيورد لمين غير للناس دول؟ أنا ببص لقدام يا إخوانا. أيوة يا محمود، بس أنت واخد القرض ده بضمان أرض المصنع وبيت جليين كمان. كان عندكم حل تاني؟ إن شاء الله كله يتعوض، وفي خلال فترة الست شهور السماح دول لازم المصنع يكون اتبنى وخلص واشتغل كمان. وقصة التركيب بتاع الألمان هنجيبه منين؟ أوه، ما تكركبوش الدنيا فوق دماغنا بقى كمان، خليني أعرف أفكر. أنت رايح فين؟ رايح الموقع أشوف وصلوا لحد فين. انت ايه رايك في اللي بيحصل ده؟ والله رايي انا قلته من زمان، محمود بيخبط، احنا مش مفروض نبقى ساكتين كده. امال المفروض نعمل ايه؟ مش عارف، بس قلبي حاسس ان في كارثه كبيره هتحصل. يا اخي يا اخي، فلله ولا فالك، خليك متفائل ولو مره واحده بس في الحياه. متفائل؟ يكش بس ما نبيعش هدومنا. يا مريم، ما كانش المفروض ان انت تيجي هنا. يعني اقوم امشي؟ لا تمشي فين، ده انا ما صدقت شفتك. انا بس عشان المكان كله رجاله. بتغير عليا؟ امال اغير على مين يعني؟ على مصطفى. وحشتني. انا مستحمل كل ده عشانك. عارفه يا حبيبي، بحوش كل قرش، بفكر اشتغل بعد الظهر كمان. ودراستك مهم. انت تفتكر ان المشكله مشكله فلوس؟ عارف اني مسلم انك مسيحيه وان دي مشكله اكبر، بس يعني متهيألي امك عارفاني كويس وعارفه ان ازاي شكري بالظبط. شكري لو له اخ ما كانش هيخاف عليه ولا يحبه قوي زي امي. ما بتطيقش تسمع سيرتك. الله يطمنك، لسانك بينقط سكر النهارده. انا اسفه يا درش، بس مش عايزك تحط عليها امل كبير. امل ايه بس؟ الموضوع مش موضوع امل، انا بس ابقى جاهز من ناحيه الفلوس، على الاقل حارب في جبهه واحده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مريم؟ ازاي حضرتك يا انكل محمود؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. زي ماما واخوك شكري كويسين. ايه ايه اخبار الشغل؟ ايه يا باشمهندس؟ تمام يا محمود بيه. طب انا ماشي، ما تنساش يا مصطفى تبقى تنسخ الحاجات اللي قلت لك عليها. طبعا طبعا. عن اذنك يا محمود بيه. بالنسبه لي يعني الشغل حضرتك زي ما حضرتك شايف. ايوه يا لا شغل كده كده مظبوط. ايه بقى حكايه مريم دي؟ لا اصل هي عايزه المذاكره. هو مش وقته، بس برضو ما تنساش تنسخ لها الحاجات اللي طلبتها منها. عايزك تجمع لي العمال وتجيبهم لي هناك. اوكي حاضر يا محمود بيه. خلي بالك اكرم بيه، حسين جاي يشكرك عشان اللي عملته معاه. لو عشان خاطره ما كنتش عملت حاجه. خلاص بقى يا باشا، عفى الله عما سلف يعني، وبعدين دي غلطه ومش هتتكرر. اوعدك ان انا مش هتحرك او اعمل اي حاجه لما استاذنك، ان شاء الله حتى اكون
ورايح اتغدى. خلاص يا اكرم بيه، حسين عرف غلطته ومش طالب غير رضا سعادتك. وحياة النبي اللي هتزوره قريب لا انت مسامحني. عشان خاطري، عشان خاطري يا اكرم بيه. غلطة كمان؟ ما تكملش يا باشا، أي حاجة هتعوزها هتمشي. ها؟ خلاص؟ خلاص. مادام اتصفيته بقى، حسين كان ليه طلب صغير عن سعادتك كده. على طول كده؟ خير. هو بصراحة عايز يرشح نفسه في مجلس الشعب في الدورة الجاية، وعايز مباركة سعادتك. سياسة مرة واحدة؟ يا باشا، يعني هو شوية سياسة على شوية بيزنس والبركة بقى في سعادتك. طيب سيبني العبها لك كويس. ربنا يخليك ليا وما يحرمني منك يا رب. الو. ايوه يا فندم، حالا جاي لحضرتك. خليكوا قاعدين، هوصل للشعراوي دي وارجع لكم على طول. مبسوط يا عم؟ انت اخويا وحبيبي. اخوك وحبيبك ببلاش كده؟ لا طبعا، ما هو مفيش حاجه في الزمان ده ببلاش. تفضل يا باشا. ده شيك لسعادتك. شيك عشان الباشا. الأمير يطلبكم للاجتماع. الذي أعزنا بدينه وهدانا إلى صراطه المستقيم. أما بعد، فإن إقامة الدولة الإسلامية هو الهدف والرجاء، وإذا كان هناك من سبيل لإقامتها فهو الجهاد. الجهاد، وأركز على كلمة الجهاد، تلك الفريضة الغائبة عن حكومتنا والتي لا يجب موالاتها، ومن فعل ذلك فهو كافر، ومن مات دفاعا عن حكومة كافرة ضد من قاموا لإقامة الدولة الإسلامية فهو كافر، إلا إذا كان مكرها فإنه يبعث على نيته. عاوزني اعمل لك ايه؟ يا اكرم بيه، المصنع ده لو اشتغل يبقى كل اللي عملته طلع على فشوش. مش الارض دي هي برضه اللي اتضحك عليك فيها، واسكندريه كلها بتتكلم عنها لغايه دلوقتي. يا باشا انا ان كان عليا، انا استعوضت ربنا في الفلوس اللي دفعتها، دور الباقي بقى على سعادتك. ما دام ليك عنده طار ما تسيبوش، وبعدين لو المصنع ده اشتغل الراجل ده هيعلى فوق فوق قوي يا باشا. الارض دي فين بالظبط؟ ما بين طريق الحريه واول الطريق الزراعي. قبل ما تتبني كانت ارض ايه؟ ايوه كانت ارض زراعيه. ارض زراعيه بقى. امرك يا اكرم بيه. تجيب لي اصل وفصل الارض دي وتتصل برئيس الحي هناك. حضرتك ناوي على ايه؟ نفذ الاول وبعدين اسال.